خلينا على الهلال. ايوه يعني في نادي، انا ما ابغى اقول اسمه، في نادي قبل سنتين او ثلاثه عمل تعديلات في الشتويه ب 340 مليون ريال ولا شفنا شيء. يعني ما مش بس ضروره الفلوس ترى، لا انا اقول الدبره الدبره، انا اتكلم عن الفلوس. يعني لما تنفق تنفق في مكانها. اتكلم مثلا كمثال حي، نادي الاتحاد 2004 2005 كان ينفق اموال كبيره، حقق لنا بطولة آسيا وراح بطولة أندية العالم بطولة العرب، ما بقي إنجاز في الكرة الأرضية إلا حقق لنا الاتحاد. أيوة. الكرة الآسيوية. فطالما في فلوس وتنفق صح وفي إدارة متمكنة تعرف كيف تتعاقد، كيف تستقطب مدربين، كيف تستقطب لاعبين محليين، حتى ما كانوا يقولوا فترة سابقة الاتحاد يكدس النجوم، أصبح تكديس النجوم الآن منهج ومدرسة للأندية الأخرى صدرها نادي الاتحاد. هذا على ذكر